رحلة وش صار يعني وش تغير؟ أكيد وعن الأهرامات يمكنك واجهت هناك سحبنا شوية وصالح جميل والله ما بتجيبها للسلفي يا جلال لا غيرنا الجو يلا حي ابو سعيد بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه الحقيقه فيها اسلم اختلاف كثير اختلاف الى الافضل ممتاز نعم من ناحيه الامن ومن ناحيه الاصلاحات والاشياء المختلفه من ناحيه الطرق والجسور والحدائق والرصف والاناره والتنظيم طبعا انا اتردد كثيرا على هذه الدوله منذ مده طويله ولكن في هذه الفتره يلاحظ الزائر ان هناك تحول كبير في هذه الدوله من جميع النواحي حتى ما يسمونه بالمترو اللي في الاعلى الان شغالين به ما بين المدن وليس داخل المدن ما بين المدن وشغالين به بقوه طبعا انتم كما تعرفون مصر بلد عربي عزيز علينا كلنا وله علاقات مع بلادنا الغاليه علاقات بحمد الله وطيده وهناك تعاون مثمر في جميع كافه المجالات ونسعد اي حينما نرى اي بلد عربي مسلم يكون فيه تطور او يكون فيه شيء جميل الى الافضل والى الاحسن هذا ما أحب أتحدث به عن مصر إن إذا أما إذا أردت قصة من قصة أبو صالح تفضل أبو عبد الله فهي قصة الحقيقة تربوية من هذا المكان أهيب بإخواني المعلمين والمشرفين والمديرين بأن يكونوا نبراسا لتلاميذهم ولا يكون هدفهم هو التعليم فقط أو التلقين كما نسمي وإنما المعلم هو معلم مربي قبل أن يكون معلم سبورة أو معلم مقرر وما شابه ذلك وهي فرصة للمعلم أن ينتج وأن يبذر وأن يترك له أثراً في الدنيا والآخرة هذه قصة عجيبة حدثت في الزلفي طبعاً وأنا أعرف كل أبطالها وما زالوا بعضهم موجودين والبعض منهم توفى فيه طالب كان في الأولى ثانوي حصل بين والده ووالدته بعض الظروف وانتقل الوالد إلى الرياض ومن بعدها الولد أصبح يعني كثير الغياب وتدهورت معلوماته إلى آخره وكان مدير المدرسة مربيا فاضلا غفر الله له ورحمه وجميع أموات المسلمين فكان حريص على طلابه ليس حريص من الناحية التعليمية فقط وإنما من الناحية التربوية والتعليمية فأصبح يرسل طبعا الطالب أصبح يغاب فأبدأ أصبح المدير يرسل الوكيل أحيانا وفراش المدرسة لإحضار هذا الطالب وأصبح يحدثه وينصحه ويرشده وإلى آخر ذلك وأخبر المعلمين بظروفه بظروف الطالب قالوا يعني أعطوه يعني معاملة خاصة حتى أن الطالب في نهاية الفصل نجح بالدف يعني حسب ظروفه بعد الصف الثاني أيضا تمت المتابعة إلى أنه ما شاء الله نجح بأحسن جيد جدا زي ما قال في الصف الثالث نجح بامتياز وكله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمتابعة ذلك المربي الفاضل مدير المدرسة ومساعدة معلميه الأفاضل الآخرين انتقل إلى الرياض ودخل في العسكرية في مكان ما إلى أن توفق تمت بعثته إلى بريطانيا وأكمل الماجستير والدكتوراه ورجع والآن في أحد الأجهزة الحكومية شابا مرموقا يخدم بوطنه بأمانة وإخلاص وأصبح مثلا يحتذى به التقيت به قبل 3 سنوات وسألته عن مديرك قلت هل زرت مديرك وكذا وكذا قال والله إني الجفاء يعني من وهذه ننقلها للمجتمع ككل ما يجب بينك وبين قريبك ولا بينك وبين
صديقك ولا بينك وبين معلمك ولا بينك وبين جارك شيء اسمه جفا. يجب يكون فيه اتصال مهما كان، حتى لو انقطعت عنه سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا خمس، ما تبي شيء، يقطع هذا الموضوع وزر جارك وزر صديقك وزر قريبك وزر إلى آخره. فقال أنا والله أني مخجلان وإلى آخره، فقلت له مشينا. إلى أين؟ قلت له مديرك. كيف تتركه؟ مديرك هذا يعني لو تحج به على رأسك 20 سنة ما جزيتها. هذا كل اللي انت تعيشه بفضل الله ثم بفضل مديرك الذي انتشلك من الضياع وانتشلك من كذا. قال أنا خجلان. قلت مش مشينا، ما خجلان. نقبل خجل نعم. برا. نعم. الله رحنا الله. إلى منزل المدير، الله يغفر له، توفى الله يرحمه. ففرح المدير وبكى. أي والله يفرح. والله بكى. هذه جهود لما الله وفر. ثم هذا أيضا الطالب اللي هو ذا أيضا بكى، وبكيت معهم. أبكوك معه. والله. نعم. وش يسوي؟ هذه خشية طيبة مباركة. وصار يعني فيه يعني مشاعر يعني خيالية. طبعا المدير مربي ما صار يؤنب الطالب، وين أنت؟ ما شفتك فين؟ أبدا ولا تيسر. متى ما جل خير نفع يخرج. نعم. والطالب يوم طلع والله قال والله ما عاد أخليه ولا لعني له كل مناسبة. هذه الجهود. فهذه رسالة ننقلها إلى إخواننا الأفاضل المربين من معلمين ومديرين ومشرفين ومرشدين وما شابه ذلك، والطلبة أيضا. نعم. جزاك الله خير يا دكتور. نعم. بارك شكرا يا أبو عبد الله. احنا عارفين انك دائما أبو عبد الله من رجالات التربية ورجل الله يرضى عليك معكم جود نستفيد منه دائما وأبدا. وأيضا الجمهور اليوم سعيد جدا بحضور الوجه المعروف.